دائما المايك الرابع وايد افتخر بضيوفنا ونفرح وايد ان يكونوا متواجدين معنا، لان كل انسان وانسان عندها قصه وعنده قصه عنده انجاز شيء معين نحب نسولف عنه. قبل اروح حق ضيفتنا، انت ايش كنتي قاعد تغنين قبل شوي؟ وانت شنو سويتي بالضبط عشان جوب جوب يا بحر؟ كان الوضع عندي قاعد اصيد السماعه. الاكيد ان البزنس وعلى البزنس يمكن في وايد ناس عندهم شيء وايد صعب، او دائما يتسالون يقولون شلون نبدي، شلون ممكن الواحد ياخذ الخطوه الاولى، ولازم هل بعمر معين؟ اليوم ضيفتنا ما شاء الله تبارك الرحمن بادية في هذا الموضوع من زمان، يوم كانت طالبة بالجامعة. راح نسولف أكثر وناخذ معلومات أكثر. بالمايك الرابع معنا انفال معرفي، سيدة أعمال ومؤسسة شركة متخصصة بالتطريز. Good morning، صباح الخير. أهلا، صباح النور. تدري شنو هو سؤال نسأل أي ضيف وضيفة عندنا؟ هل أنتم morning person ولا مقعدينكم غصب؟ والله شوف، أنا كنت morning person بس آخر أشهر المورنينج انحاش شوي. انحاش ها؟ نوف عندك أحد ينافسك في هالسالفة؟ أيوه أنا حبيتها. يمكن انفال قبل شوي قاعد أسولف في البزنس، خاصة الواحد مني يسمع كلمة بزنس يبتدي يخاف، لأنه يقول لا صعب ويبي له شغل ويبي له وايد أمور، تسأل أهل الخبرة، لازم تعرف شلون تدخل السوق، وخاصة أنه في صورة نمطية أنه لازم أنا بعمر معين. أنت ما شاء الله لو بردش قبل 15 سنة يوم كنتي طالبة بالجامعة أيام ويا مال، أنت بذاك الوقت ما شاء الله كنتي أثناء دراستك أسستي بزنس واشتغلتي عليه. قبل دراستي ترى، من وأنا عمري 17 سنة بلشت. تبارك الرحمن ما شاء الله. فاليوم إحنا بهالعمر، يوم كنا ب17 ولا كنا بالجامعة، حياتنا كانت مختلفة، اهتماماتنا مختلفة. شو اللي خلي أنفال إن بهالعمر هذا 17 سنة تبتدي، وش اللي خلاك أو أعطاك أول خطوة إنك تبتدين فيها؟ شوف للأمانة أول ما بلشت يعني ما كان ببالي أنه يكون بزنس، يعني كانت كذي محض الصدفة، أنه أوكي كان ببالي أنه عندي مشكلة وبلاقي لها حل. يعني أنا كان عندي وايد قطع أحبها كطباعة، أوكي كل ما أغسلها وكل ما هذا تخترب، فصار فيني أنه لا بس القطعة أنا وايد أحبها. فرحت حق البديل اللي هو التطريز، تعلمت على الموضوع وسويت لي قطعة عبارة عن تطريز واستفدت أنا منها وحبيتها، فصار فيني إيش ما فيد غيري، وبس هني صارت انطلاقة وانطلقة انفال في عالم البزنس. بالضبط، تطريز والله جبار. وايد حلو، أنت كنتي من أول الناس اللي اهتموا بالتطريز. بالضبط، بدايتي 2009 ما كان في وايد شركات تطريز يعني. حلو، أبي أسألك يعني الاحباطات اللي واجهتك بالفترة هذه بالبداية، أنه مثلا في وايد نفسك، أو مثلا مشروع من قبل مسوينه، أو مثلا ما راح تنجحين بهالشيء، شنو سمعتي وشنو اللي تحديتي واستمريت عليه؟ شوفي، أول شيء سمعته من أمي أنه توج داشة الجامعة ركزي على دراستك، يعني وايد كانوا متخوفين من سالفة أنه تي قاعد تسوين توج داشة أول سنة، يعني فجأة دخلت لنا مشروع يعني. فما كان في سبورت بالبداية، كان في تخوف، بس أن أنا كنت حابة المجال وضغطت على نفسي وحاولت أن أبرز نفسي بهالمجال ودشيت معارض جامعة هناك. يعني أنفال، شو اللي يميز القطع اللي أنت تسوينها والمنتجات اللي أنت تطلعينها؟ أنا مساعة يعني لفت نظري تقولين أنا أحب الطبعات معينة ورحت اشتغلت على بلوفر أو اشتغلتي على قطعة سويتيها تطريز، كانت رسمة، كانت كرتون، شنو كانت بالضبط؟ شوفوا، اللي يميز الشغل عندنا ان احنا السلوغن مالنا عباره عن اكسبريسينج يو، يعني نخلي العميل يعبر عن نفسه. فانا لما بلشت المشروع نفسه صار فيني ان انا بخلي الناس يعبرون عن نفسهم من خلال المنتج، فهذا الشيء اللي يميز ويخلي الناس اتاجت اكثر حق المنتج. عرفت شنو قاعد افكر انفال الحين؟ قاعد افكر ايام الجامعه انا كنت عايشه على الاعانه، احس ان انت بالجامعه كنت اغلى واحده. لا ترى اول ما بلشت البزنس كنت ابيع ببلاش. شو البزنس هذا؟ خربوطة، ماكو نهائيا، لأن أنا كنت مستمتعة في الجورني، فيعني ما أحسب لا أحب أرباح ولا ما أدري شنو، بس أنا مستمتعة وأدش المعارض واللي يطلع يرد مرة ثانية حق البزنس يعني. من أكثر يشتري منك، الشباب ولا البنات اللي مهتمين في هذا الموضوع؟ للأمانة الاثنين يعني. وبالفترة الأخيرة صارت الشركات، بس كبداية يوم بلشت كانوا الشباب والبنات، يعني الشباب يطلبون النوادي والأشياء اللي تبع الكرة وكذي، والبنات الأشياء اللي تمثلهم والطاقة الإيجابية والمقولات الحلوة يعني. لا ما هذا إحنا الشباب بس نوادي. شفت شلون؟ وهم الطاقات الإيجابية. والقاعدين دخلناهم شوي شوي في الموضوع. هاي جات الموضوع. زين أفال، اليوم البروجيك مثلاً حق أي قطعة تطريز يعني صار فيني ودي أنافسك أفتح شركة ويمكن أنافسك. افتح ليش لا؟ وأسوي بلوفرات طاقات إيجابية حق الشباب. إيش كثير ياخذ وقت؟ شنو البروسيس يعني؟ اليوم
التطريز غير البرينتينج. البرينتينج يمكن يكون جهاز معين وسهل، التطريز لا، وفي شغل يعني شغل كبير، لان هي الفكره لما انت تجيب لي التصميم، احنا ناخذ التصميم نحوله مره ثانيه حق غرز بتصميم معين، بعدين نسوي التستينج، من نسوي التجربه على الخام او شيء ونشوف ان التفاصيل كلها اوكي، هني نزل على القطعة. وعادي في طلبيات تاخذ بحدود الساعة، ساعة ونص، 3 ساعات على المكاين على حسب نوعية التطريز اللي يبونه. حلو. وطبعا مكايننا ألمانية، وكل الخيوط اللي نستخدمها هم ألمانية وبوليستر، فهذا واحد من الأشياء اللي يعني مميز بشغل، ان انا احب الجوده يعني. مثل ما احب الشيء حق نفسي احب اطلع حق زبايني. هل يعني خلينا نقول انك يعني تفرغتي حق هذا البزنس بالكامل، وقدرتي يعني توازنين ما بين مهامك وما بين البزنس هذا؟ شوفي للامانه انا من وانا عمري 17 سنه للحين ما اشتغلت ولا عمري. يعني هذا كان مشروعي واخذت يعني جد 2018 سويت الريبراندينج وكذي، وبعدها كبر معاي واخذت المحل ب 2020 ما شاء الله مع الكورونا. تبارك الله، خوش وقت ما شاء الله. يعني وايد خوش وقت. يعني لما تقولين عن الصعوبات والاشياء اللي مرينا فيها، هذه كانت اكثر فتره مرينا فيها بستراجلز، بس سبحان الله المبادر او الانتربرنور لما يكون عنده عقليه معينه، ما ادري شنو عندنا احنا، يصير في تحدي بيننا وبين نفسنا، ف يعني شجع نفسنا بنفسنا والحمد لله يعني تعدي. الله يوفقك ويبارك لك رزقك. انا يمكن انفال دائما ارجع الى الخطوه الاولى، الناس اللي قاعد تسمعك اليوم مثلا الشباب والبنات اللي ودهم خطوه ان انا اسوي البزنس ويكون هو الشيء الوحيد اللي انا مركز عليه، يخوف، فكره جدا تخوف. يعني لا. احنا في صراع نفسي يوميا، يعني انتربرنور يوميا يعيش في قلق، لانه يفكر وايد ليه قدام بشغلات ثانية لازم يسويها عشان يقدر يقوم البزنس ويكبره، لان اتس يور بيبي، فانت تبي تكبره معاك. ف تخيل انت كل يوم لازم تهتم فيه صح. اكثر واكثر، وتعطيه من طاقتك ووقتك على اساس انه يكبر معك. فاللي يقول ان انتم ما تسوون شيء بس قاعدين بالكافيهات وتشتغلون وشي، ترى احنا 24 ساعه نشتغل. ترى ضميري كان بيقول كذي قبل شوي. لا ترى ما توظف في حياتي، فتذكرت كل يوم انا كنت اقوم 7 الصبح. لا هي تقوم هسه هي. لا احنا بالمخ شغال 24 ساعه. يمكن ويعرفون هني موظفاتنا يعني جايين سبورت بشكل مو طبيعي، لانهم حتى قاعد يشوفون الحب بالشغل نفسه. تجابرتهم لان الصحة والله ابدا. قلت لهم عندي اللقاء حابين يتيوني يو على طول. يعني بختي فيهم والله. يعني هذا رزق من رب العالمين. يعني دائما الواحد يقول لما نربى بيوفقه بشيء، المحيط اللي حوالينا اذا ما كان محيط ايجابي ومحيط يحب الشغل اللي هو قاعد يسوي، الشغل ما رح يقوم. يعني ايد واحدة ما تصفق. اتفق، وعسى ربي يتمم هالمحبة هذه اللي بينكم. فال اكيد في صعوبات وتكلمتي عنها، يعني مثلا يوم تقولين انا فتحت المحل في فترة الكورونا، هذه بحد ذاتها خلاص اتوقع اختصر المشهد. يعني اكيد في ناس تمر الصعوبات اليوم، حق الناس اللي توها بادية بزنس وقاعد تمر بعض التجارب الصعبة، شنو ممكن انفال تقول لهم بحكم انه ما شاء الله تبارك الرحمن انت انسانه من عمر 17 سنه ليه ما تخلصت الجامعه وانت هذا البزنس مالك وما توظفتي، فانت فعلا انسانه مسخره كل جهدك في هذا البزنس. الحمد لله. حق الناس اللي توها باديه، سواء كانوا موظفين وتهم بادين او على قولتهم خلاص يبي يمشون هذا المسار، شنو النصيحه اللي تقدمينها؟ لان فعلا التجاره ما فيها دائما ربح، فيها ربح وخساره. شوف انا اؤمن ان يعني الواحد اذا يبي الشيء يقدر يلاقي الطريق حقه، فاذا الواحد يبي يبلش ما راح يلاقي الاعذار حوله، راح يقط الاعذار على جنب وراح يتخذ الخطوه ويجرب. طحت، تبي ترتفع، تبي تسوي، لازم ان تطيح عشان تقدر ترتفع مره ثانيه. فما راح اعطيك الكلام الايجابي المنمق، بس كل شيء في الحياه لازم فيه صعوبات. فاذا انت بتشوف ان لا البزنس ريسك وخساره وما ادري شنو هذا، ما راح تقدر تستمر، فلازم ان انت تدوس وتجرب. شفت ان انت ما فلحت في المجال، جرب بمجال ثاني، بس ان البزنس ان جنرال يعني حياتك ريسك بريسك. شنو اقرب مشروع مر عليك نفذتي؟ قصدك كبرودكت؟ أيه. يعني استمتع لما الزباين يكتبوا لي مثلا، خلينا نقول فور اكزامبل كان في عندي هديه رفيجات بيسوونها حق وحده توها جاي بالبيبي مالها. اوكي. فكانت كاتبه اسم البنت انزين حنان بخط ايدها انزين حق رفيجاتها، ان هذا الاسم اللي انا بسويه. دزولي الصوره، والصوره هذه انا سويتها كتطريز حق لحاف حق البنت. فتخيلي ان البنوته صارت قاعده تلبس لحاف بخط ايد امها. الله. فيعني هذا واحده من الاشياء اللي وايد احبها. حلوه. او حتى مثلا عندك احيانا امهات عيالهم يرسمون رسومات
فيوروني رسمة، هالرسمة نحولها على تي شيرت، على على هودي أو أيا كان، فيصير أن مثل ما قلت لكم expressing you، إحنا نعبر عن الزبون نفسه. فحلو لما أنت تلبسين قطعة ويكون عندك قطعة فيها ذكريات حلوة، يعني تاركة بصمة. يعني الهدف من البزنس مو أنه بس يلا بس مبيعات وفلوس وغيره، أنا عندي هدف في الحياة أن أنا أبي أترك بصمة بحياة كل شخص، فما بالك إذا كانت البصمة من خلال المنتج وهم قاعد يلبسونه. وايد حلو، وايد حلو. أنا ليش حسيت إنه باكر راح أشوف الإعداد وورد مكتوب نايا غزلان سرين، نايا غزلان سرين، نايا غزلان سرين، يعني فهموا يعني أخذوا هذا الورد. فهمتني؟ إيه ليش لا؟ عشان هم بعد يعني بنمشي في الباث اللي أنتي ماشية فيه، وقاعد أفكر أنا الحين بأحلام وايد يعني وأفكار وايد. لما انتقلتها يعني خلينا نقول من تعامل مع أفراد إلى تعامل مع شركات، هذه المرحلة كان عندك القدرة أن أنت يعني تطلبين البزنس فيها وتواجهين يعني الأمر هذا؟ شوفي للأمانة كان ما عندي موظفين نهائيا، يعني أنا الموظفات صاروا عندي من 2020 أعتقد أو 2019 أو شيء كذي. فطول فترة البزنس يعني المكاين حتى كانت موجودة عندي في البيت، كنت مفرغة واحدة من الغرف اللي عندي ومسوي المصنع عندي داخل في البيت. ف أنا زوجي نشتغل عليهم نفسنا، نسيت أقول لكم أن زوجي شريكة في المشروع. يعني هذا طبعا بيني وبينك هذه أنفال هي شيء وايد حلو ونفس الوقت وايد يخوف. يخوف صح، لأن البزنس بزنس والحياة يعني في البيت غير. فعشان كذي يعني فتحت المحل وخلاص نقلت المكاين على المحل عشان يصير في فصل بالعقليا، أنه خلاص تعرف أن أنت هني في بيتك وهني في مكان دوامك. جميل. يعني أنا الحين برد على السؤال هذا. فعل ما خالف. مو مقتنع. شراك شراك الحين. تختلفون أكيد، كل إنسان عنده ذوق. أكيد. وعنده توجه، عنده استراتيجية. فالحين شنو شلون تتعاملون مع هالاستراتيجية؟ شوف هو ماسك بارت الأوبريشن. فبارت الأوبريشن أنا طلعت منه بالكامل، سوي اللي بتسوي فيه. فخلاص يعني أنا قبل كنت أمسك المكاين، الحين اكتشفت أن المكاين مو متعتي أن أنا أقعد أجاب الماكينة. أنا أحب النتوركينج، أحب أقعد مع ناس، أحب أخذ وأعطي، أحب الزباين. فبارت المعارض بالكامل أنا أمسكها من الألف إلى الياء. فتشوفوني أي وقت في معرض أنا من الصبح لنهاية اليوم أنا أسكر. لما يسكرون علينا الليتات في بعض الأماكن يسكرون علينا الليتات والله حتى يشدون موظفاتي على هالشيء. فعلى طول ما يسكرون الليتات أنا بعدها أمشي. ف انقسم الشغل. الله يوفقكم يا رب إن شاء الله. وعسى يا رب نشوف هالبزنس كل ماله ويكبر من محل إلى محلين إلى ثلاث. إلهي آمين. كل شيء كان حلو باللقاء اللي يوم ذكرت سافة طريزنا أنا أدري شو تسألون. ليش تسألون ده حرام عليك. خلنا نطلع فاصل وأقول لك شنو بسوي الحين. أكيد إحنا جدا فخورين فيك ونتمنى يا رب إنه يعني مثل ما قلت، مثل ما بديت قبل شوي قلت قبل 15 سنة، إن شاء الله العمر كله والسنين كلها تتطورين ويصير عندك أكثر وأكثر وأكثر. الله يوفقك يا رب. كان معنا بالمايك الرابع أنفال معرفي، سيدة أعمال ومؤسس شركة متخصصة بالتطريز. كل الشكر لك. شكرا. Thank you.